مامات ياسمين الروسي نعسة هنا في بلوك 8. جت هذه 20 يوم قالوا لي ملي درت لها راديو قال لي عندها ميكرو في الصدر، قال لي خاصها تمشي لمراكش دفعوا الطلب لمراكش، ترفض الدوسي ديالها المره الاولى. دخلوا لي شي ناس كنعرفهم تما قالوا لي تاني راه لقينا ليها البلاصه صيفطيها، ساعتها يقولوا لك خص مراكش هو اللي يهضر مع الاداره هنايا باش تصيفطها تعطيها الورقه، تيقولوا تاني ترفض الدوسي ديالها شي بروفيسور تما ما عرفش رفض الدوسي ديالها ثلاثه المرات، وهي دابا باقا نعسه هنايا وحالتها مزيره وما لقيت ليها حتى شي حل. الكلينيك تيقولوا غالي بزاف ما نقدش على المصاريف ديالو، والسبيطار تاع مراكش ما بغاوش يقبلوها، ما عرفت علاش، بيت انا نفهم غير علاش ما قبلوهاش، هذا هو المشكل، علاش ما قبلوش ليا البنت في مراكش، اشنو هو السبب باش ترفض الدوسي ديالها ثلاثه المرات. هذه هي بنتي اللي نعسه في بلوك 8 في الحسن الثاني، اللي قالوا لي خاصني تمشي لمراكش والدوسي ديالها ما تقبلش في مراكش، وبغيت نعرف علاش ما تقبلش الدوسي ديالها في مراكش، فين غادي نديها انا؟ راه ما عندي كي ندير ليها، راه بيت شي حل بيت المسؤولين وجلالة الملك الله ينصر يعاونني على هاد البنت، اش غندير ليها انايا؟ راه ما كيديروا ليها هنا، كيديروا ليها غير الدواء تيكالميوها، خاصها مراكش. بيت انا نفهم من المسؤولين علاش ما قبلوهاش ليا في مراكش، علاش هاد البنيه عندها ميكرو في الصدر، ابسط حاجه عندها ميكرو في الصدر محتاجه التنفس الاصطناعي وما قبلوهاش في مراكش، ما كاينش فقادير، وانا بغيت نفهم علاش هاد البنت، اش غندير ليها لهاد البنت؟ انا راه ما عندي كي ندير ليها، عاونوا لي الله يرحم والديكم، راه بيت انا نداوي بنتي، راه هادي راه الكبده ديالي، راه ما عندي كي ندير ليها، نخليها تموت بين يديا، راه كتضيع ليا البنت، راه كل نهار كتزيد اللور، راه ما كاين عليها حتى شي تحسن، راه كيشتوها راه كيجدها كي هي وكتزيد، راه مريضه راه ما بقاتش تشد ليا رضاها، كنعطيوها غير بهذا باش كنعطيوها الماء شويه الماء وشويه الحليب، راه ما بقات كتشد ليا والو، راه البنت غتضيع ليا من قدام يديا، ما عنديش انا الحق باش تبرى ليا هاد البنت ونشدها بين يديا بحالي بحال الناس، علاش يرفضوا الدوسي ديال بنتي؟ علاش يرفضوا الدوسي ديالها؟ الا كاين شي حل، الا ما بغاوش يشدوها في مراكش يسيفطوها ليها شي بلاصه اخرى اللي فيه الحل، مش انا يبقاوها هي في ديها لمراكش، ومراكش ما كيقولوا لك ما كايناش بلاصه، علاش 20 يوم هادي والبنت مليوحه هنايا وما كايناش بلاصه؟ علاش؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.